سلام البنات، مرحبا بكم معايا من جديد في قناه مريامه، ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذه اللي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غنديروا هذا الطريزه هذه ولا النبات هذا، خفيف ظريف بسرعه كيطلع، وغادي نخدمه ان شاء الله بالكروشي ليونيفيل، وغادي نخدمه بالعقيق مهرس. المهم كنتمنى هذا الفيديو هذه تعجبكم، الى عجبتكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم بلي كومونتير ديالكم، وهك وبارطاج علاش لا، بارطاجيو مع الناس اللي عزاز عليهم اللي كتعرفوهم عزيز عليهم هادشي ديال الاشغال اليدويه والتنبات والطرز. وما تنساوش اللي ما مشتركش في القناه تضغطوا على الزر الاحمر اللي هو اسفل الفيديو هكا، وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما باخر الفيديوهات اللي كنحطهم في القناه. ومرحبا بكم في القناه، مرحبا بكم من جديد. غادي ندوزو دابا للتطبيق ديال الرشمه ديالنا.